شكرا لك توني. يدفع تردي الأوضاع المعيشية والسياسية والاجتماعية وغيرها العديد من الأشخاص في بلداننا العربية لاتخاذ قرار الهجرة وترك بلدانهم إلى بلاد أخرى يحلمون أن يجدوا فيها واقعا ومستقبلا أفضل. قد يكون خيارا أسهل للعزاب، ولكن قرار هجرة الأسرة بكاملها قد يواجه صعوبات وعوائق أكبر. ما هي وكيف نتعامل معها؟ تجيبنا دكتورة مثال العزاوي، اختصاصية في علم الاجتماع، التي تنضم إلينا الآن من بغداد. صباح النور دكتورة مثال. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني بداية، الهجرة باتت أكبر الأحلام بالنسبة للكثير من الشباب وحتى بالنسبة للكبار. أخبرينا بداية، هل أصبح هذا الخيار استسهالا أم أنه خيار فرضه واقع بعض مناطقنا العربية وقلة الأمن الذي نعيشه والأمان والأوضاع المعيشية المتردية؟ طبعا بالبدء لابد أن نعرف ما معنى الهجرة. الهجرة هو ما معناته ترك الوطن الأم الحاضن الوطن الأصلي، والهجرة إلى مكان يختلف عنا بكل جوانبه وبثقافته وحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نعم. الهجرة الآن في بلادنا العربية أصبحت هجرة قسرية إجبارية، أمر واقع فرضه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بلداننا العربية، فهي لن تكون رغبة كالسابق. كان الكثير من شبابنا يهاجر، شبابنا فقط يهاجر طلبا للعلم، طلبا لتحقيق طموح معين، للتعرف على مجتمعات أكثر تقدم ورقي، لتطوير النفس. أما الآن الهجرة أصبحت الهروب من الواقع المرير الذي يعيشها شعبنا العربي في معظم بلدانه من حروب وحصار واحتلال وسوء الأحوال الاقتصادية، وإضافة إلى العنف وغيرها من الأمور التي أدت إلى ترك الأسرة بكاملها بدون التفكير. هل ستنجح في حياتها المستقبلية في هذا البلد الغريب؟ هل تستطيع أن تكيف نفسها؟ هل تكون قادرة على إيصال أولادها إلى بر الأمان؟ كل هذه الأمور تركتها خلفها وذهبت بحث عن الأمان والطمأنينة والعيش بسلام. نعم. طيب، يعني إذا فكرت أسرة بالذهاب إلى بلد آخر مختلف بالثقافة والفكر كما تحدثتي للهجرة، هذا القرار كيف يمكن التفكير فيه؟ ما هي الخطوات التي يجب أن يقوموا بها من أجل دراسة هذا الخيار وعدم الندم عليه لاحقا، خاصة أن الأسرة فيها أفراد من العائلة ربما يكونوا كبار وصغار أطفال؟ حقيقة ستي العزيزة، الكثير من عوائلنا الآن بدون تفكير وبدون تخطيط هل ستنجح حياتها المستقبلية أم لا. الكثير من العوائل فكرت بالهجرة ببيع بكل ما تملك لديها من مسكن أو أراضي زراعية أو ما لديها من أملاك، استطاعت أن تجمع ما لديها من مال بسبب أن تهاجر به إلى البلد اللي هو أكثر أمان لها ولعائلتها. طبعا أول خطوة هي ستفكر في هذا الموضوع بأن تقنع أولادها بأن ستهاجر إلى بلد بعيد غريب، ولكن لا مفر من هذا الخيار، لأن الوضع الآن مأساوي. الأولاد مهددون بسبب العنصرية، بسبب الطائفية، مهددون بالقتل بالاغتيال. فكان هذا قرار ما بي تردد ولا بي تخطيط ولا إلى تخطيط مستقبلي ولا تخطيط مسبق. نعم. مجرد ما شعرت هذه العائلة بأنها مهددة هي وأولادها، فكرت بالهجرة من خلال بيع ما تملكهم من أملاك داخل الأم الوطن الحاضر. ولكنك تتحدثين دكتورة مثال عن الأطفال بحديثك، وكنت تقولي أنه تهيئت الأطفال بأنه رايحين أنتوا على مجتمع مختلف عنكم. يعني أنت من الناس اللي بيأيدوا أنه إشراك الأبناء في هذا القرار والأخذ برأيهم ربما، ولا يعتبر رأيهم ثانوي. بالفعل ست العزيزة، للأولاد خاصة الشباب والمراهقين لديهم أصدقائهم، لديهم مواقع ترفيه، لديهم نوادي معينة
لديهم فريق ينتمون إليه، حياتهم الاجتماعية، خاصة نحن العرب لدينا حياة اجتماعية ولدينا علاقات خاصة بها من المودة والرحمة والصداقة والعلاقات الطيبة وعلاقات الجيرة وعلاقات الأصدقاء، فكيف أنا أسلخ عائلتي من هذا الكيان الاجتماعي، من هذه العلاقات بصورة مفاجئة وأبعده إلى بلد غريب عني بكل شيء؟ فلا بد من أكو خطوات مسبقة لهذه الهجرة، التكلم مع الأولاد بأن سنسافر سنهاجر إلى بلد أكثر أمان، علينا كذا وكذا وكذا من الأمور التي يجب أن نتفق عليها لكي تكون تهيئهم نفسيا. نعم. تهيئهم نفسيا لاستقبال هذا الخبر اللي طيب. هو خبر الهجرة. نحن وجهنا سؤال دكتورة مثال لمشاهدينا، أتتنا نعم. بعض الإجابات سأقرأ لك البعض منها. مجدي من السودان تحدث عن حلم الهجرة، يقول أنه حلم الهجرة يراود منذ كان في مرحلة الدراسة وحتى اليوم. هو من السودان مجدي. صلاح الدين من الأردن يقول فكرت بها ولكني لن أهاجر وأترك الوطن. شهد من سوريا للأسف هاجرت من بلدي منذ 6 سنوات لم أتأقلم حتى الآن. محمد من المغرب عشت تجربة قاسية بعيدا عن عائلتي وفي النهاية عدت إلى الوطن. خلينا هيك بس أنا وأنت نحكي عن آخر تعليقين، يعني عن شهد من سوريا التي تحدثت بأنه هاجرت منذ 6 سنوات ولم تتأقلم حتى اللحظة، ومحمد من المغرب الذي عاش التجربة القاسية بعيدا عن العائلة وفي النهاية عاد إلى الوطن لأنه ربما لم يستطيع التأقلم. عند الوصول إلى بلد المهجر، ما هي الخطوات التي قد تساعد أفراد الأسرة على الاندماج في مجتمعهم الجديد برأيك؟ طبعا الخطوة الأولى هو تقوم به البلدان التي البلد البديل بأن هو يقوم بالاندماج الاجتماعي. لابد من إدماج المهاجرين إلى هذه المجتمعات كي لا تحدث مشاكل، وأول شيء على المهاجر أن يهيئ المسكن المأوى لأولاده، أن يهيئ تعليم لائق بهم، أن تهيئ فرص عمل. فهنا الحكومات المتقدمة البلدان التي سافرت تحاول أن تبعد المشاكل عن مجتمعها وعن المهاجرين، تقوم بعملية الاندماج الاجتماعي، وهو نعم. عبارة عن تغيير إيجابي، عبارة عن هندسة اجتماعية للمجتمع، تنظيم المجتمع، بناء نعم. علاقات دكتورة طيبة. ولكنك تتحدثين عن دور البلد المستضيف، دعينا نتحدث عن دور الأسرة. يعني نعم. نحن لسنا نعيش في المدينة الفاضلة، يعني هناك هذه الأسر التي تقوم بالهجرة نعم. تتعرض للتنمر، تتعرض ل يعني قسوة في التعامل من قبل ربما الكثير من أهل البلد اللي راحوا عليها. خبريني عن دور الأسرة في تضميد جرح هؤلاء الأطفال، في مساعدتهم نعم. على التأقلم، وهي تتأقلم أيضا. ليس لدى الأسرة سوى الكلام والحديث دائما وبث الإيمان والطمئنينة والأمل، عسى أن نرتاح في هذا البلد، خلونا نتعاون معا، أحاول أن أجد أصدقاء أساعد أبنائي على الاندماج بأصدقاء من أعمارهم، ممكن التعرف عليهم والتأقلم معهم، ممكن أنا أستطيع أخذ أولادي في أماكن معينة أبدي أفرجهم على هذه الأماكن في المجتمع. الحديث المستمر الوالدين مع الأولاد هو الحل الوحيد. بعدين الطفل عندما يصل إلى هذا المكان، إذا وفرت له أنا مسكن ملائم ووفرت له مدرسة يستطيع الحصول بها إلى تعليم، عرفته على ساحات ولعب معينة، بهذه الطريقة أقدر أخفف عليه الشعور بالاضطراب صحيح النفسي، الشعور صحيح بالاضطراب الاجتماعي، عدم شعوره بالأمن. دكتورة مثال العزاوي اختصاصية نعم في علم الاجتماع، بدي أشكرك كثير على كل هذه النصائح والمعلومات التي أعطيتنا إياها. كنت معنا مباشرة من بغداد. شكرا جزيلا. شكرا.